أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم وسبحان الله رب يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فلما رأت تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب
يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. وَمَا آيَاتُنَا مُبْصِرَةً